شكرا السيدة النائبة على هذا السؤال. في مناسبة عيد الأضحى وعلى غير المناسبات الدينية كلها الأخرى وفترة العطل تكون واحد الإقبال مكثف واستثنائي على وسائل النقل العمومي للمسافرين، الأمر اللي تيستوجب توفير وسائل نقل إضافية لتلبية الحاجة الاستثنائية من التنقل. والتذكير خلال عيد الأضحى ديال سنة 22 منحت الوزارة 2512 رخصة استثنائية إضافية لنقل المسافرين. في هذا الصدد تقوم الوزارة في إطار المقاربة الاستباقية لإعداد القبلي لعملية نقل المسافرين بتوجيه دورية إلى مصالحها الجهوية والإقليمية باش تذكرهم بالمبادئ والتوجيهات الخاصة بهذه العملية. أما بالنسبة للتعريفة ديال النقل، بغيت نذكر بأن أسعار النقل العمومي للمسافرين هي أسعار مثقفة وليست محددة، وذلك منذ سنة 1996، وبالتالي فعندما ينخفض الطلب على النقل العمومي يلاحظ انخفاض في الأسعار، يمكن أن يصل إلى حوالي 50% مقارنة مع السقف المحدد من طرف الدولة. وفي الفترات العادية وعند الذروة تتعاود ترتفع الأسعار على أن لا تتجاوز التسعيرة القصوى المحددة بقرار لوزير النقل اللي ترجع لسنة 96، ولم تعرف أي ارتفاع بعد مرور 17 سنة. أما بخصوص الرحلات الاستثنائية المنجزة خلال الأعياد، يخول لشركة النقل الرفع بنسبة 20% من التعريفة القصوى لتلك الرحلات الاستثنائية بهدف تشجيعها على توفير خدمات نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ. من جهة أخرى وخلال فترات الأعياد تتم تكثيف المراقبة ديال أسعار التذاكر من طرف اللجان المحدثة لهذه الغاية على مستوى العمالة والأقاليم. على سبيل المثال خلال عيد الأضحى السابق حررت 21 مخالفة في هذا الباب بمحطة الدار البيضاء. وشكرا.